من إنفو لايف تي في مباشرة من القدس معكم فراس حامد لأهم العناوين. كارثة حدثت في جنوبي إسرائيل، صاروخ من صواريخ القسام سقط في معسكر كيسوفيم معسكر للجيش الإسرائيلي. كما يقول الجيش الإسرائيلي هناك ما يقارب 60 إصابة، إصابات بليغة وكذلك إصابات في الذعر. حتى الآن لا يوجد رد إسرائيلي على هذه الصواريخ، لكن الحكومة ومواطني سديروت حذروا قبل ذلك بأن الكارثة قريبة على مدينة سديروت. في الأيام المقبلة متوقع أن تكون رد من قبل إسرائيل. أما بما يتعلق في التوتر ما بين سوريا وإسرائيل، وليد المعلم وزير الخارجية السوري الذي يتواجد في زيارة في تركيا تحدث عن الحدث البارحة وقال أن إسرائيل خرقت سماء سوريا ووضعت أسلحة حية في الأراضي السورية. ولذلك يقول وليد المعلم من حق السوريين الرد على أي محاولة من إسرائيل بالتهجم على سوريا. كما ينشر في الإعلام الفلسطيني في الأيام الأخيرة بأنه متوقع لقاء قريب في المستقبل القريب ما بين رئيس السلطة الفلسطينية والملك السعودي وكذلك الممثل من قبل حماس رئيس الحكومة إسماعيل هنية، والحديث سوف يكون على إعادة الحوار الوطني ما بين الطرفين بعد تلاحم قوي وعنيف ودامي في الفترة الأخيرة. التقى رئيس الحكومة الإسرائيلي البارحة أهود أولمرت مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ورئيس حكومته سلام فيوض، والحديث كان على وضع أساسات الحكومة الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة وكذلك حلقات بناء لهذا الوصول إلى هذا الطرف. وأولمرت على ما يبدو وعد أبو مازن بتحرير أسرى قبيل عيد رمضان. أما بما يتعلق في الولايات المتحدة فاليوم يجب الذكر فهو الذاكرة للحادي عشر من سبتمبر حادثة أسامة بن لادن في أبراج توأمين في مدينة نيويورك، والولايات المتحدة ما زالت تبحث عنه حتى هذه الأيام. أما في إسرائيل فاليوم هو عيد كما يسمى عيد رأس السنة. الشعب اليهودي والشعب الإسرائيلي يحتفل بهذا العيد، الكثير من التجوال، الكثير من العسل والكثير من النزهات. دان حلوتس قائد أركان الجيش السابق الذي كما لقبوه الإسرائيليين بالذي فشل في الحرب الأخيرة سوف يتقاضى أجرا في وظيفته الجديدة في شركة لمواصلات ما يقارب 7,000 دولار. إنفولايف تي في تقدم تقرير خاص عن العملية الإسرائيلية في اختطاف القاضي في جنوبي القطاع. تقرير آخر ومشوق عما حدث وبالتوتر ما بين سوريا وإسرائيل. إنفولايف تي في تقدم خدمة نوعية ونادرة، أخبار حية من إسرائيل في هاتفك الخلوي. إنفولايف تي في تطلعك في الهاتف على الأحداث المهمة في الشرق الأوسط. الأخبار موجودة بأربع لغات: عربية، إنجليزية، فرنسية والإسبانية. للوصول للخدمة زوروا الموقع infolive.tv. إنفولايف تي في المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت والتي تبث بأربع لغات والتي تبث على مدار الساعة من قلب التاريخ ومن قلب الحدث من منطقة الشرق الأوسط ومن إسرائيل. إنفولايف تي في هي المحطة التلفزيونية الأولى. إنفولايف تي في تتواجد في كل مكان وتبث على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، تنقل لكم الأحداث بكاملها. إنفولايف تي في.